عايزين نتكلم على محمد هاني وقد ايه كان مكسب من مكاسب ماتش امبي. هو هدف محمد هاني الرائع اللي قدم ماتش الحقيقه كويس جدا دفاعيا وهجوميا. دايما الناحيه اليمين في النادي الاهلي تبقى مصدر ثقه واطمئنان لجمهور النادي الاهلي، والحقيقه انه محمد هاني واحده واحده بيثبت مكانه في المكان ده، ومع الوقت بيبني الثقة بينه وبين جماهير النادي الأهلي. كانت بدايتها الهدف الرائع اللي كان في ماتش إمبي، والحقيقة فتح طريق الفوز على إمبي. ولا إيه يا أحمد؟ بس الشمال، لأ الشمال كمان. الحقيقة احنا يمكن اتكلمنا امبارح يا سارة في بداية الحلقة على محمد محدد، وقلنا الحقيقة ان هو واحد من اللعيبة اللي بتمثل مستقبل كبير ان شاء الله في الناحية اليمين للنادي الأهلي. والولد الحقيقة من الواضح جدا، دي مش مجاملة مني ليه، لكن قدراته تؤهله ان هو يشغل المركز ده، خصوصا طبعا زي ما قلنا امبارح بعد رحيل كابتن احمد فتحي. لكن الاهم من ده هو الاستجابه الرائعه من جمهور النادي الاهلي. احنا امبارح طالبنا وقلت لحضراتكم في اللقطه تحديدا اللي ما تابعش حلقه امبارح، اللقطه اللي هاني جاب فيها الجول، يعني رغم انه كان جول مهم، الماتش كان مقفول على الاهلي الى حد كبير جدا، جه في توقيت مهم، جه في مباراه اول مباراه رسميه للنادي الاهلي من فتره طويله جدا، فطبيعي انه احساس هاني بالجول يبقى غير اللي احنا شفناه. لكن الولد يبدو انه قافل شويه او متاثر شويه، عشان كده احنا طالبنا امبارح جمهور الاهلي انه يدعم هاني. حاله الهجوم اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا، هاني مشواره مش قصير اعتقد مع النادي الاهلي، وقدر ان هو يكتسب خبرات طول الفتره اللي فاتت دي لا باس بيها، وامكانياته يعني تاهله بشكل كبير انه يتوهج في الفتره اللي جايه. الاهم هو دعم الجمهور، وجمهور الاهلي الحقيقه ما قصرش وما تاخرش، وواضح الحقيقه من تفاعلات حضراتكم امبارح مع هاني انه في حاله دعم معنوي نتمنى انها تستمر، ونتمنى كمان انها تكبر في الفتره اللي جايه. وده اللي تعودنا عليه احمد من جمهور النادي الاهلي، انه دايما في ظهر الفريق، زي ما بنقول من اول حلقه انه دايما جمهور النادي الاهلي في ظهر فرقته، في ظهر اي لاعب، حتى لو بنمر بازمه، حتى لو في اي مشكله، دايما الجمهور بيدعم. الفتره اللي جايه فتره صعبه، ابتدينا الماتشات الرسميه، عندنا 4 ماتشات في الدوري قبل ما نروح ان شاء الله لبطولة افريقيا. خدوا بالكم